يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستعمل القياس في العقيدة؟ وهل هو من مصادرها؟ وهل استعمله أحد من أهل السنة؟ العقيدة توقيفية ولا يستعمل فيها القياس، إنما القياس يستعمل في الفقه، في الأحكام الفقهية، على خلاف فيه ما هو متفق عليه، لكن الجمهور على أنه من أدلة الأحكام القياس، يقاس ما لم ينص عليه على ما نص عليه إذا كان يشبهه، إذا كان بينهما رابط مشابهة يقاس عليه. نعم.